النجف الأشرف تحتضن تجمع الجماهيري التأبيني في الذكرى 14 لرحيل عزيز العراق الخالد قدس سره. في كلمته بالتجمع السيد الحكيم يستذكر مواقف عزيز العراق الوطنية في الدفاع عن المكون الاجتماعي الأكبر وتحقيق السيادة. السيد الحكيم يشيد بخطوات الحكومة ويدعو الجميع لتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد. أسرة آل الحكيم تقيم مجلس عزاء على روح فقيدها السيد صادق الحكيم في مرقد شهيد المحراب، والسبت مجلس عزاء في مكتب السيد الحكيم ببغداد. أهلا بكم في مرصدنا الخبري. في النجف الأشرف وبقرب أمير المؤمنين وفي مرقد شهادة تجمع المؤمنون مؤبنين عزيز العراق قدس سره الشريف في ذكراه 14، حيث شهد مرقد شهيد المحراب تجمعا جماهيريا غفيرا أحياء للذكرى 14 لرحيل عزيز العراق قدس سره الشريف. الحاضرون استذكروا شخصية فذة وعلما شامخا ومدافعا حقا عن العقيدة والوطن، حيث كان عزيز العراق ثابتا في القضايا التي تمس الحقوق، وكان همه المشروع الوطني والإسلامي والمصلحة العامة. كما جدد الحاضرون الثبات على المبادئ التي أسسها عزيز العراق ودعوته إلى الوحدة والمكونات والوطن. وفي كلمة له في التجمع الجماهيري التأبيني أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم أن عزيز العراق رضوان الله عليه كان قائدا متواضعا ومخلصا لقضايا وطنه وشعبه، وكان الداعي إلى تغيير المعادلة الظالمة وإرساء دعائم العدالة والمساواة وإنصاف جميع أبناء الشعب. كان عزيز العراق قائدا متواضعا مخلصا لقضايا وطنه وشعبه وأبناء جلدته، حريصا على إنجاز تكليفه الشرعي وواجباته القيادية دون أن ينسب لنفسه شيئا من ذلك، ودون أن يتفاخر بمنجزاته ومسؤولياته الجسام. يشار بالإجماع لعزيز العراق بأنه كان رجلاً شجاعاً مقداماً حازماً وحاسماً في القرارات المصيرية، لم يكن ليتردد في الدفاع عن الحقوق الحقة المشروعة لأبناء الشعب العراقي، وخاصة حقوق المكون الاجتماعي الأكبر التي غيبت طويلاً. عرف عنه رحمه الله حبه الشديد لأبناء شعبه واهتمامه المضاعف ومتابعته لأبناء الوسط والجنوب بالنظر لما عانوه طيلة عقود من التهميش والإقصاء والمظلومية، داعيا إلى تغيير تلك المعادلة الظالمة وإرساء دعائم العدالة والمساواة والإنصاف بين جميع أطياف الشعب العراقي. إن الروح الأبوية التي تحلى بها عزيز العراق تعد من سمات عمله السياسي المشهود لها من جميع الأطراف الوطنية، فلم يكن يعير اهتماماً للتسميات والعناوين والأحجام والأعداد بقدر اهتمامه بالأهداف والغايات والنتائج المرجوة. إلى ذلك أكد السيد الحكيم أن الجميع يتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وأن المسؤولية لا تقتصر على الحكومة فحسب. الجميع يتحمل المسؤولية في مواجهة التحدي الاقتصادي الخطير،
في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وشحة الموارد الطبيعية وأبرزها الجفاف والتصحر والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية المتوالية التي يعانيها العالم اليوم. وهذه المسؤولية لا تقتصر على الحكومة التنفيذية فقط، بل تشمل جميع القوى السياسية والمنظمات المدنية والمؤسسات المجتمعية، وعلى الجميع التكاتف والتعاضد لإعطاء الأولوية القصوى في مواجهة هذا التحدي الذي يمس مستقبل أجيالنا والقوت لشعبنا. إننا نشد على أيادي حكومة الأخ السوداني ونشيد بالخطوات التنفيذية في مواجهة التحدي الاقتصادي، ونطالبها في الوقت ذاته بالمزيد من الآليات الجريئة في إزالة الموانع التي تعرقل بناء منظومة اقتصادية فاعلة في البلاد. كما دعا سماحته إلى تحديد الأسقف الزمنية عن نسب الإنجاز لكل خطوة إصلاحية، ولا بد من إطلاع الشعب على موعد إنهاء الأزمات التي يواجهها منذ سنين حتى يتمكن من دعم الحكومة في المجالات كافة. كما يجب تحديد الأسقف الزمنية الواضحة والمسؤولة عن نسب الإنجاز لكل خطوة إصلاحية، ويجب أيضاً أن يعلم شعبنا متى نصل إلى مرحلة الاكتفاء التام في إنتاج الطاقة الكهربائية، ويجب أن يعلم شعبنا متى نصل في صناعتنا الوطنية إلى تغطية احتياجات السوق المحلية، ويجب أن يعلم شعبنا متى تتمكن منظومتنا المصرفية من التعامل الناجح والفاعل مع الاستثمارات ورؤوس الأموال الكبيرة، ومتى نتمكن من إعادة العراق إلى هرم الإنتاج الزراعي ومعالجة شبح التصحر والجفاف لمعظم أراضيه الخصبة، ومتى نتمكن من بناء قطاع خاص منافس وقادر على تحقيق الفرصة المناسبة للخريجين والعاطلين عن العمل. فحين يعلم شعبنا بتلك التوقيتات ويتعرف على آليات المعالجة، سيقف مع حكومته ويصبر على أي إجراء تنفيذي قد يتطلب منه المشاركة فيه من موقع المواطنة والواجب الوطني. فيما دعا السيد الحكيم إلى إجراء التعديل على بعض المواد الدستورية ذات الصلة بهيكلية الدولة ومؤسساتها، والإسراع بإقرار القوانين المهمة والمحافظة على سيادة الدولة ومؤسساتها، لا سيما السلطة القضائية، مؤكدا ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية بجميع صنوفها عن السياسة. أهم القواعد الاستراتيجية الداعمة للاستقرار السياسي في البلاد تتمثل بالآتي: أولاً، إجراء التعديل على بعض المواد الدستورية ذات الصلة بهيكلية الدولة ومؤسساتها اتحادياً ومحلياً، وتشريع القوانين الهامة وأبرزها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد وإنهاء العقد القانونية بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان. إن تطوير النظام السياسي يبدأ من قاعدته القانونية، وغض النظر عن الفجوات البنيوية في نظامنا الحالي يعرضنا إلى حالات الانسداد السياسي التي مررنا بها
لأكثر من دورة برلمانية. ثانياً، تقوية مؤسسات الدولة وعدم النيل من سيادتها، وأبرزها المؤسسة القضائية، إذ لا يمكن مواجهة الفساد المالي والإداري من دون مؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة وذات سيادة. وعلى الجميع دعم هذه المؤسسة وتذليل العقبات التنفيذية أمام إجراءاتها القانونية، فلا أحد فوق القانون مهما كانت المسميات والانتماءات. ثالثاً، إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية بجميع صنوفها عن الصراع السياسي، وعدم السماح لأي جهة سياسية بالتدخل فيها، وتركيز مسؤولية إدارة وتوجيه تلك المؤسسات حصراً بيد الحكومة الاتحادية المنتخبة من الشعب. رابعاً، بلورة خطاب إعلامي وطني مسؤول وواع يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، يشخص نقاط الضعف ومواطن الخلل من أجل معالجتها، ويشير إلى نسب الإنجاز وقصص النجاح من أجل تعضيدها والاستمرار فيها. هذا وأكد أصيل الحكيم إنه لا يمكن أن يكون العراق طرفا في أي محور تصادم في المنطقة، داعيا إلى تحرك سياسي ودولي رفيع بشأن ملف المياه لنهري دجلة والفرات مع دول المنبع. لا يمكن تحقيق الريادة العراقية الصلبة من دون مواقف شجاعة وواضحة تجاه أزمات المنطقة انطلاقا من مصالح العراق العليا ومراعاة المصالح المتبادلة مع دول الجوار من الأشقاء والأصدقاء. فلا يمكن أن نكون طرفاً في أي محور تصادم، كما لا يمكن أن نقف متفرجين في الوقت ذاته حينما يتعلق الأمر بمصالح العراق وأمنه القومي. وانطلاقاً من المصالح العليا للعراق، لا بد من تحرك سياسي ودولي رفيع بشأن ملف المياه لنهري دجلة والفرات مع دول المنبع، وإعطاء هذا الملف أهمية وطنية ودولية كبرى. فالعراق ليس ضعيفاً، ولا يمكن أن نسمح بأي تجاوز أو تعد على حقوقه المشروعة. بقلوب منكسرة ودموع غزيرة توجه العراقيون إلى محافظة النجف الأشرف لإحياء ذكرى رحيل عزيز العراق قدس سره. مشاركون أكدوا أن الحرية والعدالة والاستقلال كانت الأهداف الرئيسية لتضحيات عزيز العراق. حسين ياسين معه التفاصيل. من مختلف فئات وأطياف العراق اجتمعت الجماهير هنا في مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى رحيل السيد عبد العزيز الحكيم، هذا العالم والمجاهد الذي لطالما حمل هم العراق والعراقيين وناضل من أجل شعبه ليصبح بذلك رمزا وطنيا تستذكر سيرته بكل فخر واعتزاز. اليوم هذه الذكرى هي ذكرى عزيزة، ذكرى من أجل أن نحيي القيم والمثل و
المتبنيات التي سار عليها عزيز العراق، وإن شاء الله سيكون لنا سنخط نفس الطريق وسنسير بنفس المنهج من أجل إكمال هذه المسيرة. هذا اليوم عندما تأتلف هذه الجماهير وتأتي معزية بذكراه، إنما تعبر عن التحامها مع هذا النهج الخالد الذي سيبقى جيلا بعد جيل. 14 عاما مرت على ذكرى رحيل عزيز العراق، لكن المشروع الذي تركه لبناء العراق الجديد ما يزال هو الأمل لشعب جاء اليوم هنا ليعلن الثبات والمضي لتحقيق هذا المشروع مهما كانت التحديات. مشروع بناء الدولة أسس ووضعت له قوانين ووضع له، وليس خفيا على أبناء شهيد المحراب، فقد كانوا هم السباقون من قبل ومن بعد السيد عبد العزيز الحكيم، الكل ينهض من أجل خدمة هذا البلد وهذا المشروع، مشروع الدولة. كان له الدور الكبير في لملمة الشمل البيت العراقي وتأسيس حقيقة الكثير من المعايير التي لا زالت آثارها الإيجابية لحد هذه اللحظة. ومن الإضاءات المهمة لعزيز العراقي قدس سره الشريف الأهداف السامية التي أفنى حياته الكريمة من أجلها، والتي تتجلى في الحرية والعدالة والاستقلال ورفض الظلم والعبودية والاستكبار. عدة سنوات مرت على رحيل عزيز العراق، لكن جميع تحركاته الجهادية والدينية والسياسية والإنسانية ما تزال حاضرة عند العراقيين، والتي كانت وستبقى هي المشروع الحقيقي لبناء الدولة. حسين ياسين، الفرات، النجف الأشرف. تجمع عزة وطن يزين أرض النجف، وتحديدا مرقد شهيد المحراب قدس سره، لإحياء ذكرى رحيل أخيه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله تعالى عليه. مشاركون يؤكدون أن التجمع مليء بمشاهد الحضارة والأصالة والثبات على النهج والمشروع. السجاد الخاقاني. وجوه بحجم خريطة الوطن تجتمع تحت راية النجف الأشرف بين أروقة مكان يفوح منه عطر الشهادة وأبجدية العطاء وعزة وطن رسمت لهم منهجية الصبر والثبات. إن إحياء هذه الذكرى فهو إحياء لتاريخ مشرف ونضال قوي لآل بيت الحكيم رضوان الله عليهم. فعزيز العراق كان منذ شبابه إلى أن وافته المنية مضحيا من أجل العراق، فأقل تقدير وأقل واجب يقوم به الشعب العراقي ويرد الواجب لهذه الشخصية هو أن نكون متواجدين في هذا المحفل لإحياء ذكرى وفاته رضوان الله عليه. مشاهد العراقة والأصالة حاضر في ربوع تجمع عزة وطن، فالمنظومة العشائرية اللبنة الأولى لتوظيف الرؤية الإسلامية التي زج بها عزيز العراق والتي أسهمت في تغيير الواقع المجتمعي. واقعا هناك علاقة وطيدة بين خصوصا بين آل الحكيم والعشائر العراقية. آل الحكيم منذ زمن بعيد اهتمت بالعشائر العراقية اهتمام كبير، حيث دزت كثير من العلماء ومن الشخصيات ومن المؤتمرات ومن المجالس في تطوير أو في نقل حالة الحالة العشائرية من حالات المتخلفة إلى الحالات الطيبة. يعني
14 عاما مرت ولا زال عبق عزيز العراق ينبض في قلوب الشباب وهممهم، مستلهمين شموخ مشروعهم الوطني من المواقف الريادية لسماحة السيد عبد العزيز الحكيم قدس سره الشريف ومحاكاته لتطلعات الشباب وطموحهم المتجدد. نجينا اليوم لإحياء الذكرى اللي خاصة بالسيد الحكيم كدور شبابي، هذا الدور اللي أيده سماحة السيد الحكيم، انه الدور لازم يكون لهم دور خاص بالمجتمع، انه احنا نواة المجتمع ننقل صورة ايجابية وكذلك نمثل الشباب خير تمثيل ان شاء الله. احنا اليوم كشباب نجدد العهد والولاء الى سماحة السيد عبد العزيز الحكيم كونه كان يدعم شريحة الشباب. احياء ذكرى وفاة عزيز العراق وتجديد العهد والولاء له تترجم مدى تمسك الشعب العراقي بالمرجعية العليا وارساء المواطنة الصالحة لديهم. من النجف الأشرف السجاد الخاقاني الفرات. وكان مراجع الدين العظام في النجف الأشرف والجمهورية الإسلامية في إيران قد أصدروا بيانات تعزية بفقد عزيز العراق الراحل قدس سره الشريف قبل 14 عاما. المرجع الأعلى آية الله العظمى الإمام علي السيستاني دام ظله عبر عن الأسى والأسف لوفاة فضيلة العلامة حجة الإسلام السيد عبد العزيز الحكيم الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد عمر حافل بالعطاء في سبيل خدمة دينه ووطنه وخلاص شعبه من الظلم والقهر والاستبداد. آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره الشريف أكد أن السيد الحكيم قضى عمرا حافلا بالتضحية والصراع المرير من أجل الشعب العراقي ورفع الظلم عنه والدفاع عن هويته الدينية وثقافته الأصيلة. آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض دام ظله قال إنه إذ يشارك أسرته آل الحكيم والشهادة هذا المصاب الجلل ويعزي العالم الإسلامي والمؤمنين كافة خصوصا شعب العراق بوفاة المغفور له. آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي قال بأن المرحوم كان رمزا للثبات في أحلك الظروف وكان صبورا متفانيا في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الشعب العراقي. آية الله العظمى السيد الخامنئي قال في يوم رحيل عزيز العراق إن خدمات هذا العالم المجاهد في سبيل تشكيل الحكومة الوطنية العراقية سواء خلال فترة إقامته في إيران أو بعد سقوط نظام صدام وانتقاله إلى بلاده قل نظيرها ولا تنسى. بعد 14 عاما لا زالت ذكره خالدة في قلوب العراقيين نساء ورجالا، حيث سيبقى الطريق والنهج الذي سلكه عزيز العراق رضوان الله تعالى عليه ثابتا من خلال أتباعه ومحبيه. نور السعيد والتفاصيل. في النجف الأشرف تقاطر الحكيميون شيبا وشبابا رجالا ونساء لإحياء ذكرى وفاة عزيز على قلوبهم وعزيز على العراقيين. عهد وعد لبيك يا حكيم. بقلوب يملأها الحب والحزن وبعيون تحمل الإيمان بتأريخ ومسيرة
تجتمع نساء عراقيات من مختلف المنابع والمشارب والأعراق والمذاهب ليحيين ذكرى رحيل عزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم. هذا اليوم نستذكر ذكرى وفاة عزيز قلوبنا عزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم قدس سره الشريف، وهذه التنظيمات أتت من كل منطقة من مناطق العراق من بغداد ومحافظاتها لإحياء هذه الذكرى بوجود سماحة القائد دامه على الله علينا. أنا اليوم جاية من شمال العراق فحضرت هنا هاي المرقد، جمعنا كلنا يعني من كافة المحافظات، فإحنا دائما نحضر ونتواجد لأن هاي المذهب العقائدي لسماحة السيد العمار الحكيم فشهيد مرقد شهيد المحراب الخالد، إحنا ما ننسى هاي الذكرى الأليمة. لم يكن عزيز العراقي سياسيا فقط، كان عالما ومجاهدا، كان أبا وأخا، كان عراقيا، هو سليل تلك السلالة المجاهدة التي تنبثق من مرجع الطائفة السيد محسن الحكيم قدس سره الشريف. استذكر اليوم ذكرى وفاة عزيز العراق، ونستذكر أيضا من خلاله مواقفه السياسية التي أدت وساهمت بشكل كبير إلى ترسيخ العملية السياسية في العراق وترسيخ النظام الديمقراطي، وأيضا نحن اليوم نؤكد بأننا حريصين على أن نكون ثابتين على منهجه وعلى مسيرته وعلى جميع خطواته التي أكد عليها. اللي وضع النظام السياسي وأسس إليه وثبته سيد عبد العزيز الحكيم، الحقوق اللي كانت ما أن أخرجنا من البند السابع، أمور كثيرة العراقيين يستذكروها. ربما غاب عن عالمنا إلا أن عزيز العراق حي يرزق في قلوب المحبين، ما زال تراثه وتاريخه ماثلا للعيان، ولا سيما وأنه من بين من أسهموا بتأسيس العراق الديمقراطي الجديد. يجتمع هؤلاء المحبون على موعد لا يتقدم ولا يتأخر، إنه موعد مهم لاستذكار رجل مهم، لقاء لا ينتمي للمصالح ولا يخضع للمساومة، فالإيمان بالقضية يفرض نفسه قبل أي شيء آخر. نورا سعيد، النجف، الفرات. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا في المرصد الخبري عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطنية رحيم العبودي. أهلا بكم في مرصدنا الخبري، والبداية كيف يبدو لكم الحضور الفاعل في محافظة النجف الأشرف لإحياء ذكرى رحيل عزيز العراق قدس سره؟ تفضل لك الكلمة. شكرا للاستضافة، مساء سعيدا على مشاهدي قناتكم. في الحقيقة نعزي الأمة الإسلامية ونعزي العراقيين وأمة الحكمة بالذكرى 14 لوفاة ورحيل عزيز العراق، هذه الذكرى الأليمة التي اليوم نستذكرها بشجون، والمرحلة التي عاصرها السيد عبد العزيز الحكيم من نضال سلبي وكذلك من مواجهة لأكبر طغمة ديكتاتورية حكمت، واستطاع هذا العزيز العراق أن ينهض بمسؤوليته وبمهامه على شكل واضح، ومسيرة يعني تأطرت بالدماء وبأسماء الشهداء، وكان ربيب المرجعية، مرجعية محسن الحكيم، ومن مقلدي ومن تربى على يد الفقهاء والعلماء منهم محمد باقر الصدر ومحمد باقر الحكيم، وكان رضوان الله عليه مسيرة فاعلة في العلم والجهاد والاجتهاد، وبالتالي هو اليوم رمزنا ومعتقدنا بأن نكون على هذه الخطى وعلى هذه المسيرة التي اليوم برزت في النجف الأشرف من خلال إحياء الذكرى 14، وكذلك المحبين والموالين الذين بعثوا برسائل التعزية الكبيرة. اليوم للأسف هي يعني مناسبتان في آن واحد، هي ذكرى استشهاد محمد عزيز العراق، وكذلك نجل محمد آية الله محمد باقر الحكيم السيد الصادق رضوان الله عليه، وهذه للأسف هي مسيرة آل الحكيم أنهم دائما مشروع استشهاد ومشروع عطاء لهذه الأمة. كيف ترون دور عزيز العراق رضوان الله تعالى عليه في تأسيس الديمقراطية والنظام العراقي الجديد؟ بذل قصارى الجهود وكان من
أعلى عناوينه الحرص على مصالح الشعب العراقي، وأن يكون الأداء السياسي أداء رفيع المستوى وأداء يليق بمظلومية الشعب العراقي. الشعب العراقي وخصوصا مناطق الجنوب الوسط تأثرت كثيرا ب يعني القرارات السياسية للنظام البائد، وكان ينكل بهذا المجتمع وينكل بكل أطياف الشعب العراقي وأقلياته، وكان دور سماحة عزيز العراق هي في أن كيف ينهض بالمسؤولية وأن يقلل من هذه المعاناة وهذه التوطئة التي وطأها النظام البائد. وبالتالي كانت يعني خطوات وعمل مضني كبير في تأسيس مرحلة الدستور ومجلس الحكم، كان يحاول جاهدا أن يلم جميع الأطراف والقوى السياسية في أن تكون في مهج واحد، في قرار واحد، في رؤية واحدة مشتركة تبني العراق وتنهض بمصالحه وبمهامها الجسام، على اعتبار أن كانت المرحلة مرحلة حرجة ومرحلة حساسة جدا في ظل وجود احتلال للعراق. وبالتالي كانت المرحلة مرحلة فيها تعاطيات، فيها الكثير من الأجندات الخارجية التي لعبت دور كبير جدا في أن تحاول أن تشتت الشعب العراقي، أن تلعب به وتعبث به بالطائفية. كثيرا ما حصلت أمور كبيرة وجسيمة، كان محورية إعادة النصاب هو السيد عبد العزيز العراق، وكان محور الالتقاء ومحور طاولة الحوار هو السيد عبد العزيز الحكيم. كان التنازل والتواضع وصفة الترابية تلازم هذا القيادي، وكانت هي من تجمع كل الأطراف وتضع القرارات في مصافي الشجاعة الحقيقية والقرار الناجح في مصد المصالح العراقية. طيب، ما هي أبرز المضامين التي أكد عليها سماحة السيد الحكيم خلال كلمته في التجمع بمحافظة النجف الأشرف؟ أولا أن يكون العراق هو واحدا في ظل كل القوى السياسية، أن تتحمل المسؤولية بشكل واضح وصريح أمام الشعب العراقي، أن تكون هنالك مراحل واضحة وشفافة من الحكومة في تبيان كيف يمكن أن نستقر بالقطاع الكهربائي، كيف يمكن أن نستقر بالقطاع الاقتصادي، كيف يمكن أن نبني القطاع الاقتصادي، كيف يمكن أن نؤسس دي قطاع اقتصادي خاص ينافس القطاع الحكومي، كيف يمكن أن نبني منظومة سياسية تعزز الاستقرار وتعزز القرار السياسي الذي يبني الدولة ويبني مؤسسات الدولة، لا أن نكون في ظل طائلة أن نؤسس للفساد، أن ندعم الفساد، أن نكون في جبهات متشتتة لا نكون في جبهة واحدة قبالة التحديات. وبالتالي الخطاب اليوم كان واعيا وبمستوى المسؤولية، وهذا ما عهدناه وما تلمسناه من كل الخطابات السياسية التي يتيها علينا سماحة السيد عمار الحكيم، هذا النجل الصالح، الخلف الصالح للسلف الصالح. وبالتالي هذه المسيرة تتعزز اليوم وتقول بأنه لا يمكن أن يتجزأ الموقف العراقي، لا يمكن أن تكون الجبهة الداخلية ضعيفة قبالة الجبهات الأخرى. العراق بحاجة للملمة أوراقه، بحاجة لأن يكون قصاده متينا قويا مبنيا على الكتلة البشرية التنموية، وكذلك الاقتصاد العراقي الذي هو فيه من الخيرات الكثير، لكن الإدارة المالية كانت إدارة متعثرة. يجب أن تكون هناك إدارة مختلفة وأن تكون هناك خطوات حقيقية يلمسها المواطن ويتعاون ويتفاعل معها. لا نريد خطابا سلبيا، لا نريد أن تكون السلبية هي حاضرة وجلد الذات، أن يكون الخطاب خطابا معنويا، خطابا يطرح الواقعية ويكون في مستوى الواقعية لكي تنهض وننهض بالمرحلة. طيب، كيف ستكون خطوات رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني سبيلا في تغيير الواقع الخدمي في البلاد؟ اليوم الخطاب داعم لحكومة السيد محمد الشياع السوداني بشكل منقطع النظير. لا أعتقد أن هنالك قوة سياسية غير مشاركة في الحكومة وتدعم بهذا الشكل وبهذا الخطاب. أعتقد أن على الجميع أن يأخذوا الصورة من هذا الخطاب وأن يكونوا واعين، لأن المرحلة تتطلب هكذا خطاب، وتتطلب أن يكون هنالك يعني فعل سياسي يجاري ما تقوم به الحكومة اليوم من خطوات إصلاحية، من خطوات خدمية، من خطوات تريد لها أن تكون في ردم الهوة أمام الشعب العراقي. مستوى الخدمات اليوم بدأ متغيرا، اليوم هنالك يعني تطور في المنشآت والبنى التحتية، هناك تطور في المشاريع التي تؤسس لها هذه الحكومة. بالتالي يجب علينا أن ندعم هذه الخطوات ولا نكون بالضد منها، أن تكون هنالك خطوات داعمة لمؤسسة العدالة. الدولة لا تستقر إلا باستقرار الجزء التنفيذي منها، وكذلك الحكم والعدل والمساواة بين أبناء المجتمع العراقي. وبالتالي دعم القطاع الحكومي، دعم خطوات الحكومة، أعتقد هو من مطلوب من كل القوى السياسية وحتى المواطن البسيط. طيب، ما هي أبرز الإجراءات التي على السوداني اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين؟
أعتقد أنه متابعة الأوامر التنفيذية، الأوامر القضائية التي تصدر من القضاء هو أمر مشجع جدا أمام المواطن العراقي أن هنالك فعلا هناك يعني معالجة حقيقية لملفات الفساد. هنالك الكثير من الملفات التي هي في يعني في أدرجة النزاهة، أعتقد اليوم هنالك محكمة مختصة في النزاهة، هذه المحكمة عليها الكثير من المهام، الملفات كبيرة وكثيرة، يجب أن نسحب الدعم من اي من حيتان الفساد، يجب ان لا يكون هنالك دعم لهذه الاسماء، يجب ان تكون هنالك عمليه ان لا تعالي امام القانون وطائله القانون، ان يكون هنالك تعاطي حقيقي مع ملفات القاء القبض، اعاده الاموال وهي اولويه لدى الحكومه، وبالتالي كل هذا يتجسد في ان تكون هناك قرارات سياسيه حقيقيه تلامس الواقع امام هذه التحديات. الحكومه بحاجه لدعم، وهذا الدعم لا يتاتى فقط من يعني مؤسساتها، بل أيضا يتأتى من القوى السياسية ساندة. شكرا جزيلا لعضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني السيد رحيم العبودي. شكرا جزيلا. أقامت أسرة آل الحكيم مجلس عزاء على روح الفقيد العلامة السيد صادق محمد باقر الحكيم قدس سرهما في النجف الأشرف. الأسرة أقامت مجلس العزاء على روح الفقيد الطاهرة في المحافظة بمرقد شهيد المحراب قدس سره، حيث توافد المعزون من شخصيات سياسية ودينية وشعبية، واستذكروا السيرة الجهادية للفقيد الراحل ومرافقته لشهيد المحراب الخالد في مسيرته الجهادية. يقيم مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم مجلس عزاء الفقيد العلامة سماحة السيد صادق محمد باقر الحكيم قدس سرهما. المكتب سيقيم المجلس على روح نجل شهيد المحراب قدس سره في تمام الساعة 3 عصرا في مكتب سماحة السيد الحكيم في العاصمة بغداد. ختام المرصد، إلى اللقاء.